اجذاب تواجدي بمسرح كبير رياض كمسرح الخامس اللي لنا فيه كبار الفنانين ومثلوا فيه كبار الفنانين كذلك. وكنبغي نشكر الاستاذ الملحن مليح بالعلوي، نقول شكرا على اختيارك ليا وان شاء الله نكون قد هذه الثقه. وكذلك نبغي نقول ليه عطيتي الجيل الذهبي 50 سنه من العطاء، احنا جيل جديد كنتمنى منك تعطينا المزيد من القطع الرائعه اللي غنديوها اليوم. وكنبغي نشكر وزاره الثقافه وطبعا صديق عثمان العلوي. الدنيا باطنه فيكم لانك سافرت ديال القفطان المغربي، يعني شنو اللي خلاني ندير نفس الحاجه؟ انا الحاجه اللي كتميز الاطلالات ديالك يمكن اختيارات اليوم بلال فاشن ديزاينر وهند مكاوي. ضروري كنتجددوا كل مره، كنديروا حاجه جديده، كننوعوا باش حتى الجمهور ما يملش، كل مره يحاول يشوف شي حاجه جديده. وشنو تقولي للاخت ديالك الصغيره ايمان وايوب؟ كنقول لهم كمل عليكم بالخير، وان شاء الله نهار تقرروا تبغيو ديروا العرس راه كل شيء واجد. ستاند باي دنيا. قد نسولك واحد السؤال بخصوص مجموعه ديال الاشاعات اللي خارجه عليك انت وعلاقتك بالزوج ديالك، ممكن انك توضحيها وتكون فيها هنا في خلال هذا المره؟ غنوضح ما غنفي حيت انا جايه غني في مسرح محمد الخامس وجيت خيط البيض. ما نوضح ما والو، انا اليوم عندي حفله كنركز على الحفله ديالي وان شاء الله تزوج. دنيا عطينا رايك في الهاشتاج اللي طالع حاليا ديال ملك نحت احمر وعلى التطاولات اللي كنشوفوها. كنتمنى ما تبقاش هذه التطاولات لانه كلنا بشر، وفعلا ملكنا خط احمر الله يشافيه الله يخلي تاج فوق راسنا. وصراحه ما عندي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.